واحنا بنعدي في المعديه لازم نفتكر تاريخ القناه. فكره حفر قناه تربط بين البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر بترجع للعصر الفرعوني. التاريخ بيقول انه كانت مصر اول من شق قناه صناعيه على وجه الارض. حفر قدماء المصريين قناه تربط بين النيل والبحر الاحمر، وجرت هذه القناه حينا وتوقفت حينا. إنما في العصر الحديث كانت الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون هي اللي فتحت صفحة جديدة في تاريخ توصيل البحرين، حيث درس نابليون الفكرة وكلف بعثة علمية لوضع دراسة للمشروع. لكن المهندسين وقت ذاك وقعوا في خطأ علمي هندسي، حيث اعتقدوا إن مستوى البحر الأبيض المتوسط أقل من مستوى البحر الأحمر، فتوقفت الفكرة إلى أن جاء المهندس فرديناند دي ليسيبس وأثبت خطأ تلك النظرية. ومع حكم سعيد باشا لمصر بدأ دي ليسيبس في تنفيذ فكرته، وتحقق له ما أراد، وبدأ العمل في المشروع، وحفر أبناء مصر القناة في 10 سنوات وأكثر. افتتحت قناة السويس تاريخياً سنة 1869، وامتلكت الحكومة المصرية 44% من أسهمها. هذه القناة أدت إلى تغيير وتعزيز الأهمية الاستراتيجية لمصر، خاصة بالنسبة للإنجليز، لأنها وفرت لهم طريقاً أقصر إلى مستعمراتهم في الهند. ولما تراكمت الديون على الخديوي إسماعيل قام ببيع حصة مصر من القناة. فضلت قناة السويس قيد العمل كامتياز خاص للإنجليز، حتى أعلن الزعيم عبد الناصر تأميمها سنة 56 لتكون شركة مساهمة مصرية، وذلك لتمويل مشروع السد العالي الذي كانت تحتاجه مصر. تؤمن الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. اتعرضت قناة السويس للإغلاق مرتين، المرة الأولى لفترة قصيرة بعد العدوان الثلاثي على مصر، والمرة الثانية بعد حرب 67. وبعد انتصارنا في حرب 6 أكتوبر أعاد افتتاح القناة الرئيس الراحل أنور السادات، أعادها للملاحة الدولية سنة 75، وذلك بعد تطهيرها من آثار العدوان الإسرائيلي. نفتتح اليوم الافتتاح الثالث بأحدث ما في العصر من تكنولوجيا، وباسم مصر أقول للعالم كله أننا نفتح قناتنا شريانا للرخاء، شريانا للسلام. ومرت سنوات وسنوات إلى أن أتى مشروع قناة السويس الجديدة مرة أخرى، ولكن بسواعد مصرية وسيادة مصرية، وكانت إشارة البدء، وذلك بتفجير الرمال في خط بريف إعلاناً لبداية الحفر في هذه المنطقة التاريخية. ومن يومها العمل لا يتوقف، الورديات بتستمر أكتر من 16 ساعة يومياً، وباقي ساعات اليوم بتكون صيانة للمعدات، حفر وتكريك وجهد وعرق لشق الصحراء وحفر القناة الجديدة. هذا المشروع هو أحد مشاريع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة،
والذي يشرف عليه بشكل مباشر اللواء كامل الوزير رئيس أركان الهيئة.